السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم في النشاة الرياضية، حرم فريق سترا خصمه الحد من الاحتفال مبكراً بلقب دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن تعادل معه بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري، فيما تغلب فريق المحرق على الحلب بثلاثية نظيفة، وتفوق لبستين وتفوق المالكية على لبستين بهدف دون مقابل. وتختتم مساء اليوم مباراة الجولة السادسة عشر بإقامة مبارتين على الساد البحرين الوطنية فعند الساعة الخامسة والنصف يواجه فريق الرفاع نظيره الرفاع الشرقي تليها مباشرة مباراة الأهلي مع نظيره فريق المنامة